دايرين دابا قال لك شي 67 حالة كاينة هنايا في الحي المحمدي، وقال لك السلطة خدات واحد القرار باش طرق الحي المحمدي كامل. حنا والله ما بقينا عارفين شنو هو غندير، وتخلعنا ضروري تخلعنا، خفنا على وليداتنا على الأصدقاء على الفاميلا على كلش. والله دير شي تاول ديال الخير. ما بين السلطات ما عرفناش واقع، ما فهمنا حتى حاجه. تبان السلطات دابا تيديروا في ليباريان، وتنطلبوا من الله يرفع هذا البلاء هذا، وضروري ما غنتخلعوا، يعني غنتخلعوا. غنخافوا على والدينا، غنخافوا على الناس، غنخافوا على الجيران، غنخافوا على صحابنا، غنخافوا على كل شيء. كاين اخويا، خويا تيقولوا هنايا كاينه كورونا خويا، وداروا الكرياجات هنا. والله يرفع علينا هذا البلاء قريب العاجل ان شاء الله. هذا الشيء اللي عرفنا الساعه. ها تخلعنا معلومه تخلعنا، حيت هذا الوباء صعيب بزاف. قال لكم ما هبطت دابا باش نهضر معاكم، والله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل. كورونا مرض خطير والامه خايفه منه، وهذا المرض هذا كثر علينا حيت واحد شويه الايمان ضعاف، فهمتيني يا الاخ؟ ولا الله السلطه دايره خدمتها، وتهلاو سوق السلام. راه تا هو قتلوه مسكين، قتل شهور ديال كورونا ما خدمنا ما والو اخويا. قتلونا، سدوا علينا، جوعونا بولادنا. تفضل. احنا كنا قاعدين تتخلعنا بهذا، يعني في مدينه الحي المحمدي بهذا الوباء هذا اللي يعني ما نقولش لكم للناس اللي كيتهاونوا كيقولوا راه هو ما كاينش. احنا يعني شفنا السلطه، شفنا يعني كل شيء. الناس كنوصيهم الله يرحم لكم الوالدين، الكمامات بيناتكم مسافه الامان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.